بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله خاص راح نحل تمرين خاص بتقريب تآلفي لدالة، تمرين رقم 42 موجود في كتاب مدرسي صفحة 84، سنة ثانية ثانوي علوم تجريبية رياضيات وتقني رياضي. نص التمرين قال لك عندنا الدالة إكس مربع أي دالة معرفة على R. أولا مطلوب منا حساب العدد المشتق للدالة F من أجل قيمة 3، وثانيا استنتاج أحسن تقريب تآلفي للعدد F لثلاثة زائد H من أجل قيم صغيرة للعدد H. نبدأ أولا دائما نحسب F لثلاثة، يعني F أنا دائما الطريقة تاعي نحسب F لثلاثة ونحسب F لثلاثة زائد H ومن بعد نحسب فتحة لي ثلاثة، صح؟ إذا F لي ثلاثة وش تساوي؟ تساوي ثلاثة مربع ومنهو تساوي تسعة، وعندنا كذلك أي F لي ثلاثة زائد الأش تساوي أي ثلاثة زائد الأش مربع أي تساوي أي A plus B أوكار، يعني A زائد B مربع تساوي A مربع زائد 2 AB زائد B مربع، يعني تساوي 9 زائد 6 اش زائد اش مربع. اذا نسقموها نديرو اش مربع زائد 6 اش وزائد 9. الان نجي ونحسب اف فتحة لثلاثة اي يساوي اي ليميت اف لثلاثة زائد اش ناقص اف لثلاثة على اش لما اش تؤول الى اصل، صح؟ اذا يساوي اي ليميت ثلاثة زائد اش مربع ناقص اف لثلاثة صمنا يساوي تسعة على اش لما اش يؤول الى اصل، ومنه يساوي ليميت لما اش يؤول الى الصفر ثلاثة زائد اش مربع صمناها تساوي اش مربع زائد 6 اش زائد 9 وناقص 9، هذه ناقص 9 على الاش زائد 9 ناقص 9 راحت. اذا تساوي الليميت لما اش يؤول الى الصفر، هنا بقات لنا اش مربع زائد 6 اش على اش، اذا خرجوا اش حامل مشترك في البسط، اذا تولي لنا اش في اش زائد 6 على الاش، راحت الاش مع الاش. اذن واش تولينا؟ تولينا ليميت، ولا خلينا نكتبوها لتحت سيدي، عندنا الوسع تساوي ليميت اش زائد الستة لما اش يؤول الى الصفر، اذن تساوي ماذا؟ تساوي ستة. اذن هنا ومنه الدالة اف، ومنه الدالة F قابلة للاشتقاق لأن النهاية منتهية، عندنا النهاية موجودة ومنتهية، إذن الدالة F قابلة للاشتقاق اشتقاق عند ثلاثة، ولدينا F فتحة لثلاثة شحال تساوي؟ تساوي ستة. إذن هنا نقدر نقول أن سي اف يقبل مماس، إذن سي اف أي منحنى دال اف يقبل مماس، نسميه دال طاولة تي ولا دي كما تحب، تي عند النقطة، عند النقطة نسميوها أ، سميها كما تحب، إكس ثلاثة وإكراك ستة، إذن عند النقطة ذات إحداثيات ثلاثة و عفوا ثلاثة أي A الإحداثية تاعها هم هكذا A إحداثية تاعها X صفر و F لX صفر هكذا، إذن F لثلاثة هي تسعة، ها هي صح. إذن هذا المماس معادلته هي إجرك تساوي F فتحة لثلاثة في X ناقص ثلاثة زائد F لثلاثة، أي إجرك تساوي F فتحة لثلاثة صمناها تساوي ستة، في
في إكس ناقص 3 زائد أف لي 3 اللي هي 9، يعني 6 إكس ناقص 18 زائد 9. إذن أتول لنا وأخيرا المعادلة هي معادلة المماس تي هي 6 إكس ناقص 9، أي صح. الآن واش قالوا لنا كذلك؟ قال لك استنتج أحسن تقريب تآلفي للعدد أف لثلاثة زائد أش من أجل القيم الصغيرة للعدد أش. ثانيا أحسن يعني أحسن تقريب، أحسن تقريب تآلفي، كنا قلنا هذا في درس في فيديو تذكير كان قبل هذا، للدالة F بجوار العدد ثلاثة هو ماذا؟ هو F فتحة، يعني ها هو أحسن تقريب تآلفي للدالة F. إذن هو F لثلاثة في X ناقص ثلاثة زائد F لثلاثة، هذا هو أحسن تقريب تآلف. إذن أي وهذا كيحسبناه وصلناه يعني معادلة المبنى 6 إكس ناقص 9، يعني أي هذا الدالة نسموها الدالة اللي هي أحسن تقريب تآلفي هي الدالة التآلفية اللي هي 6 إكس ناقص 9. أنا طلبوا مني أحسن تقريب تآلفي للعدد F لثلاثة زائد أش. إذن بعد ما جبدنا أحسن تقريب تآلفي للدالة F بجوار ثلاثة والذي هو هي الدالة G التآلفية أي 6 إكس ناقص 9، إذن أحسن تقريب تآلفي للعدد F لثلاثة زائد أش، يعني قبل ما نجبد أحسن تقريب تآلفي للعدد F لثلاثة زائد أش يلزمني نعرف وشنو هو أحسن تقريب تآلفي للدالة F بجوار ثلاثة، يعني نجبد الدالة التآلفية اللي هي أحسن تقريب تآلفي لهذه الدالة عند أو بجوار ثلاثة. إذن الآن نقدر نتحصل على أحسن تقريب تآلفي للعدد F لثلاثة زائد أش، وهو أي معنية إلا نعوض هنا 6 X في مكان X ندير 3 زائد أش، يعني هو 6 في 3 زائد أش ناقص 9 أي يساوي 18 زائد أش ناقص 9، يعني يساوي 9 ناقص 6 أش. هذا هو أحسن تقريب تآلفي للعدد F لثلاثة زائد أش. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.